وسيادة الرئيس اخذ وضع النقوة، والله وقت اللي بيطلع الاعلام بيكون محتاج نحن النقوة، صدقيني هالجلاح كله انقسم. وما جيت بالوضع، جيت بوضع اسوء. انا جيت بوضع شلل الوضع، يعني لما صرت 4 شهور ما فيني حدا بالعيون وما فيني بعد شي شهر صرت فيني ها شوي، والله كان سيء كثير كثير يعني. وصلنا مرحلة قطعوا الامل وقالوا لنا عيشوا هيك، وكل اللي عمري بقول انا عملت هيك واجبه، للي لفظ لمني ورجع بقول واجبه، والله العظيم والله العظيم لو يرجع الزمن لارجع مثل ما كنت واشد ما كنت. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، ضل بخير. اهلا وسهلا يتمك الشفاء. نحن عم ندعيلك دائما الله يشفيك. انت مخلوقنا مثل ما انت قوي، مثل ما انت قوي معلقة قوية. الحمد لله الحمد لله، نحن منك والله منك نتعلم. هذا الدم السوري موجود لانك انت على قلتك انت سارت هيك الدم السوري. يخلي لي اياكي.